نقطتين. الميكات موجودة بمنتخب الرياح. حلوة كثير يا ساندرا، حلوة كثير من ساندرا نجم الفريق. خمس دقايق بيبقى لنهاية الشوط الأول. تسديدة ثلاثية لميرامار مينديز. ساندرا على الأوفنسيف ريباوند. تسديدة ساندرا بتسجل منها. ومحاولة. وسلة ثلاثية كمان. مير بورشير تحت السلة، حلوة كثير من لين. تمريرة بتوصل لعيدا باخوس يلي بتسجل. ريبيكا حلوة كثير يا ريبيكا، حلوة كثير. تقدم منتخب لبنان 2009 بفارق نقطة. نقطتين للهيئة أبي غصن. تسديدة. تقدم هالمرة لصالح منتخب لبنان 2009. درايف حلوة كثير التمريرة بتوصل لنالي. تسديدة رائعة بالفعل اللاعب. عم تمرر لقدام عند لما اللي بتسدد على الارض وبتنجح بالمحاولة.